لسه طبعا ما اخبرنا اخبار النادي الاهلي. ان شاء الله الفريق هيعود بكره للتدريبات استعدادا لمباراه وادي دجله المقرر ليها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي ده في الاسبوع ال 24 من عمر الدوري. عارفين ان الفريق طبعا حصل على راحه لمده 48 ساعه، هيعود بكره ان شاء الله الثلاث استعدادا لمباراه وادي دجله. مباراه وادي دجله مباراه مهمه جدا جدا. وادي دجله بيقدم مستوى ولا اروع الفترات الاخيره، فريق عنده لعيبه مميزه جدا بيحقق نتائج ايجابيه، وطبعا اكيد وانا متاكد ان كل اللاعبين والجهاز الفني والاداري مركزين تركيز كبير جدا 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 على حسم الدوري مبكرا. حسم الدوري بدري ان شاء الله نستعد بيه لجزئين. الجزء الاولاني زي ما اتكلمنا دايما ان هيكون عندك فرصه انك تجرب اللعيبه الشباب، اللعيبه اللي طالعه من قطاع الناشئين بشكل اهدى شويه، يكون فرص كبيره، وكمان هيكون الاستعداد بشكل كبير جدا على طبعا دوري الابطال في افريقيا وتحديدا طبعا مباراه الوداد. طيب احنا يعني زي ما انت قلت عايزين نحسم ملف الدوري ده بدري بدري علشان نفضل افريقيا ان شاء الله. فانت النهارده داخل على الجوله الكام؟ ال 24 تقريبا. يعني قدامك تقريبا بتاع 6 ماتشات عشان نقول بقى اتحسم الدوري، علشان نقول الله. مبروك باذن الله للاهلاويه، نقولوا امين. النهارده كمان في خبر مهم وفرحة وتفوق جديد لابناء الاهلي على كل منافسيهم. الحقيقه فريق كرة اليد في الأهلي مواليد 2000 توج عن جدارة واستحقاق بلقب كأس مصر بعد ما فاز على الزمالك في المباراة دي اللي جمعت ما بينهم النهاردة بنتيجة 30-25. المباراة يعني بنقول لهم ألف ألف مبروك رجالة طبعا. وده الناس اللي طالعة كمان تكمل المشوار. دول الشباب صغير، ودايما لما بتبدأ ببطولة دايما بيكون عندك طموحات للأكبر. طبعا الفريق الأحمر سيطر على المباراة اللي اتقامت أقيمت امبارح في صالة نادي هليوبلس في الشروق منذ بداية اللقاء. يعني حسم الشوط الأولاني متقدم، كانت المباراة كانت النهاردة آسف، حسم نتيجة الشوط الأولاني بفارق 3 نقاط 13-16 قبل طبعا ما يواصل هيمنته وسيطرته في الشوط الثاني لحسم اللقاء بفارق 5 أهداف. حسم فريق هليوبلس المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على الأولمبي بنتيجة 24-25 في مباراة ماراثونية ما بين الفريق. بنقول تاني ألف مبروك للفريق، وإن شاء الله الانتصارات قادمة، وإن شاء الله نشوف حتى على مستوى المنتخب كرة اليد. أعتقد عندنا كاس عالم السنة الجاية في مصر. صحيح. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. دايما النادي الأهلي عنده نجوم كمان، بس مش في كرة القدم لكن جماعة في جميع الأنشطة الرياضية، كرة اليد وخاصة كرة اليد. دي حقيقة. يعني ده حقيقة، فلازم نهنيهم، وده فوز مستحق، فوز الأهلي اللي معودنا دايما يكون رقم 1 زي ما قلنا في جميع الأنشطة. هنروح لفاصل سريع جدا، وبعد الفاصل البيت الكبير.